السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول: لا أقسم بهذا البلد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. وأنت حل بهذا البلد. ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وهديناهم نجدين. فلقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. أو مطعم في يوم الدين مسأبة. يتيما ذا مأبة. أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا. جزاك الله خير. السؤال الثاني: إنا أنزلناه في ليلة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بنعمة من كل يوم. سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله فيك. السؤال الثالث: لإيلاف قريش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جزاك الله خير. السؤال الأول: كلا بل لا تكرمون اليتيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تكذبون بالدين. وإن
كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان فأنى له الذكرى يقول يا يومئذ يتذكر الإنسان فأنى له ذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السؤال الثاني: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن التي وعدهم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك بمن خشي ربه. السؤال الثالث: اقرأ في سورة الماعون رأيت الذي يكذب بالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على دعام المسكين. فويل للمسلمين الذين آمنوا الذين عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون الذين هم عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جزاك الله خير. فينش. السؤال الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليوم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ سورة الطارق. طارق؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. إنه لقول فصل.
وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. حسبك. السؤال الثالث، اقرأ سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. جزاك الله خيرا. السؤال الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ سورة الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك
ربك واستغفر إنه كان توابا. حسبك. السؤال الثالث، اقرأ سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. جزاك الله خيرا. طيب، السؤال الأول، اقرأ سورة البروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا
وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم السؤال الثالث، اقرأ سورة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. حسبك بارك الله فيك. السؤال الأول، اقرأي من قول الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. حسبك. السؤال الثاني، اقرأ سورة الانشقاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه
فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. حسبك. السؤال الثالث، اقرأي سورة العاديات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوصدن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. حسبك، بارك الله فيك. السؤال الأول، وزرابي مبثوثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإذا البحر وإذا السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف وإلى الجبال كيف نصبت وإذا الجبال كيف رفعت كيف نصبت كيف نصبت وإلى الأرض كيف فضحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من وتولى وكفر لست عليهم بمسيطر إلا من وتولى وكفر إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر سيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. حسبك. السؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والسماء وما بنى والنهار إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت تموت بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. حسبك بارك الله فيك.